يا ترى ايه اللي خلى شركة فيسبوك او ميتا تخسر اكتر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية في اقل من اسبوع؟ في الحقيقة احنا عندنا اكتر من سبب واحتمال للموضوع ده. اول سبب ان شركة فيسبوك فشلت لاول مرة في تاريخها انها تجذب عدد جديد من المستخدمين، بل بالعكس عدد المستخدمين قل حوالي 20 مليون مستخدم عن توقعات المحللين. برغم ان 20 مليون مستخدم مش عدد كبير بالنسبة لعدد المستخدمين الموجودين على فيسبوك واللي هم بيوصلوا حوالي 2 مليار مستخدم. تاني سبب وجود شركات منافسة زي تيك توك او يوتيوب شورت التابعة لجوجل، واللي نجحت بشكل كبير جدا انها تجذب عدد كبير جدا من المستخدمين، وخصوصا في الفئة العمرية من 12 سنة ل 18 سنة، ودي الفئة اللي الفيسبوك بتجاهد عشان خاطر ترجعها تاني للمنصة بتاعتها عن طريق ان هي تقلد تطبيق تيك توك ان هي تعمل خاصية جديدة اسمها الريلز، وهي مشابهة تماما لفكرة الفيديوهات القصيرة اللي اتبنى عليها تطبيق التيك توك. ثالثا سياسة الخصوصية الجديدة اللي فرضتها شركة ابل على المستخدمين بتوعها، واللي بتمنع او بتقلل قدرة شركة فيسبوك على تحليل او تتبع بيانات مستخدمين الايفون، وفي المقابل بتقلل من اقبال المعلنين على شركة فيسبوك. لا وكمان بيتجهوا لشركات تانية زي شركة جوجل او شركة تيك توك اللي بيزيد عليها الاعلانات بشكل مستمر. كل الاسباب دي خلت شركة فيسبوك تتوقع انخفاض في ارباحها في الربع الاول من 2022 بحوالي 2 مليار دولار عن توقعات المحللين، واللي كانوا بيتوقعوا ان ارباح شركة فيسبوك من الربع الاول لسنة 2022 توصل ل 30 مليار دولار. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا ليكم. سلام.